كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم عم تشوفوا فيديو اليوم. فيديو اليوم كثير متحمسه لإله لانه في كثير قصص بدي احكي معكم واخبار جديده. قبل ما نبلش لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتحطوا لايك للفيديو مشان اعمل لكم فيديوهات هيك دردشه اكثر. لا تفوتوا ولا دقيقه من هالفيديو لانه رح نحكي عن كثير اخبار جديده، رح نحكي عن قصص بتجنن، رح تستمتعوا. يعني انتم بتعرفوا لما بقول لكم بالفيديو حتستمتعوا معناتها حتستمتعوا. سو خليكم موجودين لاخر الفيديو، جيبوا شيء تشربوا او تاكلوا وخلونا نبلش بالفيديو. اول سؤال وصلني، سالتكم على انستغرام، مش متابعين انستغرام شو ناطرين؟ انستغرامي نور ستارز، تابعوني لانه عم نزل حتى فيديوهات حلوه حصريه بس لانستغرام، فما بدي اياها تفوتكم وكمان بدي اياكم تشاركوا بهالفيديوهات. فاول سؤال كان هو هل راح احكي عراقي بفيديوهاتي القادمه ولا كانت تجربه وخلص؟ الجواب هو بصراحة اي ناوية استخدم اللهجة العراقية اكثر بفيديوهاتي القادمة، فترقبوا بالفيديوهات القادمة، ممكن بالفلوجات اكثر من الفيديوهات مثلا سلسلة منتصف الليل اللي فيها معلومات او الفيديوهات اللي فيها حكي كتير، ممكن اضل على اللهجة اللي انا متعودة عليها اللي هي اللهجة السورية لانه اللهجة اللي استخدمها بكثرة. يعني فعلا فعلا اللي انتم تشوفوه على الكاميرا هو اللي نور بالواقع. يعني نور بالواقع بتستخدم اللهجة السورية كثير، حتى العالم اللي حواليها بيعرفوا، بس نفس الوقت بستخدم اللهجة العراقية بجزء معين مع العراقيين اذا فهمتوا علي. ما اعرف اني بالنص، بس اكيد رح ادخل اللهجة العراقية اكثر على فيديوهاتي بالمستقبل، و في الفيديوهات الحالية حامكس شوية لانه احب اللهجتين. يعني ما عندي مشكله، ما عندي انه او ماي جاد لازم احكي هاي اللهجه او هاي اللهجه، ما عندي هذا الشيء. السؤال الثاني، شو الرساله والفائده من اللي بتقدميه من فيديوهاتك؟ هلا الفائده من فيديوهاتي جزء منها تسليه ترفيهي مسلي، وجزء منها فيه نصائح. اللي بي نصائح يعني تستفادوا منه، واللي بي تسليه فرح تتسلون، شيء يضحك، شيء هيك قصه وهكذا. شو الرسالة اللي أنا بحب أوصلها؟ في كل فترة بيكون عندي رسالة معينة بحب أوصلها للعالم أو للناس اللي بتفرج علي. هالفترة رسالتي هي إنه ما في مستحيل. أنا كلمة مستحيل شلتها من قاموسي، فعلاً عم بحكي لكم، إذا في بيت بشوفه وبحطه ببالي إنه هذا البيت أنا بدي إياه يكون بيتي المستقبلي، حيكون بيتي المستقبلي طالما آمنت بالفكرة واشتغلت عليها واعتمدت أو اتكلت على رب العالمين، يعني التوكل بعدين إنه أشتغل على هدفي. حاوصل له، فهذا الشيء بدي اياه يوصل لكثير عالم. بعرف كثير عالم يائسه وكثير عالم ممكن تشوفني هلا وتقول ها ما بتعرف الواقع هي، ما بعرف. لا، انا اكثر حدا بيعرف الواقع لانه انا اكثر حدا مر بشغلات كثير كبيره بحياته، وانتم كثير شغلات ما بتعرفوها عني صراحه. يعني بعدين ببقى بحكي لكم عنها مش هلا. فما في مستحيل، هي رساله من رسالاتي، امني بحالك. خصوصا عم اقول امني لانه انا بنت، فرسالتي موجهه للنساء والبنات اكثر. السؤال اللي بعده، كيف كانت تجربه لقائك بهدى بيوتي؟ او ماي جاد، هذا السؤال كلش حلو. اول شيء انه هدى يعني تتواصل وياي وتقول لي اني اريد اصور فيديو وياك نور، هذه بحد ذاتها كانت شرف وفخر إلي، لأنه هدى بيوتي بالنسبة إلي يعني أنا كنت أتفرج عليها، حاليا هي تعتبر صديقتي وأختي الكبيرة، حسيتها فعلا يعني أخت ودخلت على حياتي بالوقت المثالي. كلامها عني فرحني كل شوية، قالت كلامي جنن، يعني وصفتني بصفات ما أعرف إذا أني أستحقها، بس قالت إنه او ماي جاد أني أفتخر بيك، أنت قدوة إلي، أنت من النساء اللي أني أبوع لهم وأقول يا ريت، يعني شغلات حلوة حلوة قالتها عني. كلمات كلش حلوه، اللي شاف فيديوها بالانجليزي راح يشوف هالشغلات، وشغلات خلف الكواليس قالتها همينه كلش حلوه. كلامها عني او ماي جاد، يعني عن جد عن جد خلاني فخوره بنفسي، فخوره بيكم انتم لانه انتم عائلتي، متابعيني، جيشي، يعني هيجي من بعد رب العالمين ثم انتم، احسكم سند الي بالواقع، انتم عائلتي. يعني ليش اسميكم عائلتي؟ لانه انتم فعلا عائلتي. التجربه كانت رائعه واحبها هدى كلش هوايه، واحب منى واحب عليا واحب كلهم. لو وقفتي سلسله بعد منتصف الليل؟ ما وقفت سلسله بعد منتصف الليل، رح نزل لكم فيديوهات من سلسله بعد منتصف الليل. بعرف تاخرت بس لانه سلسله بعد منتصف الليل بدها بحث، سلسله لازم تبحثي وتطلعي التفاصيل الدقيقه والصحيحه، لانه عم بعطيكم معلومات مش حكي من عقلي، لازم اروح على الانترنت وابحث وارتب، فلهيك تاخرت فيها مع السفر وكل شيء، بس رح نزل لكم فيديوهات من سلسله بعد منتصف الليل. هل بتفكري بالزواج او الحب؟ الحب ممكن، مين ما بيفكر بالحب؟ الحب شيء كثير بجنن، شيء كثير حلو، بس الزواج مش كلمة سهلة، الزواج كلمة كثير كبيرة، كلمة قوية. ما بدي كمان ارتبط بشخص يعني غلط، هو بالنهاية سبحان الله كله يعني نصيب، بس بدي أعمل كل شيء
انا بقدر عليه لاتفادى هالشيء. بالنهايه اذا صار شيء هيك بقول انا عملت اللي علي. فلهيك بدي اتعرف على الشخص لفتره كتير منيحه، اعرف طباعه اذا بتمشي معي ولا لا، شو الشيء اللي بيخلينا نتخانق، شو الشيء اللي نحن يعني عقليتنا متفقه فيه، عائلته، شو طموحاته بالحياه. انا كتير بتعني لي الشخص شو اهدافه وشو طموحاته بالحياه، ويكون يعرف شو بده من هالحياه، مش شخص عشوائي عايش ما بيعرف شو بده بكره. بحب الشخص الطموح كتير، فإذا أنت شخص مش طموح صعب إني أنا أكون معك، لأنه بالنهاية حيحبطك، لأنه أنت حتكوني مرة ناجحة وأنا بدي أكون مرة ناجحة، بدي أنجح وأنجح وأنجح إن شاء الله. فلما تكوني أنت مرة كتير ناجحة وهو شخص ما بيعرف أصلاً شو بده من الحياة، ما رح تنجح العلاقة. لازم يكون ناجح مع ناجح، صح؟ ولا أنا غلطانة؟ ليش دخلتي المستشفى وشو كان مرضك؟ هذا السؤال بالذات بحب أجله، وبعدين حأحكي عنه بفيديو تاني لما أكون أنا جاهزة نفسياً أنه أحكي عن هذا الموضوع، عن المرض وعن كل هالشغلات. رح أعمل لكم فيديو أفتح لكم في قلبي بموضوع المستشفى والمرض وهالقصص، بس هذا الفيديو مش جاهزة أني أحكي فيه عن هذا الموضوع. يعني هل حبيتي من قبل؟ شوفوا، لو كانت نور القديمة كانت قلتلكم لأ، بس نور الحالية حتقلكم إيه حبيت. ليش؟ الحب هو مراحل. بيكون مثلاً مثال، أول شي بيجي إعجاب، بعدين بيجي ملاطفة، بعدين بيجي هيك مشاعر بسيطة، بعدين بيكون حب، بعدين بيصير عشق، بعدين بيصير هيام. فمراحل مراحل. أنا كنور وصلت لمرحلة الملاطفة، يعني أول مرحلتين ما بعدي للثالثة، ما بعدي لمرحلة المشاعر. نو هدول عشق وهيام، هدول حب عن جد ما وصلت له. دائما من أول مرحلة تاني مرحلة بالحب بترك، بترك لأنه بلاحظ يا أما الشخص أنا مش مرتاحة معه، يا أما ما فيه أمن له، يا أما فيه صفات ما بتمشي مع عقلي، سولين لعذب حالي ووصل حالي لمراحل متقدمة في حب هالشخص، وبالنهاية أنا عارفانة أنه أنا وياه ما بنزبط مع بعض. فهذا الشيء اكتشفته عن حالي بعد ما قرأت كتير كتب وقرأت كتير مقالات، فهمت أنه أنا ليه يمكن دائما أسأل حالي، ليه نور أنت دائما بتتركي؟ ليه نور أنت دائما ما بتكملي مع انه شخص بيكون كتير عاجبك، بتبلشوا تعرفوا على بعض اختفيتي من حياته؟ ليه؟ شو سبب هالفعل؟ اكتشفت انه انا بخاف انه وصل لمراحل متقدمه بالحب تبع شخص معين، خصوصا لما ما ارتاح معه او ما احس بالامان معه، وهو شيء كتير حلو صراحه، يعني عن جد تصرف كتير منطقي، بس انا ما كنت فهمانه ليه كنت اتصرفه. فهل حبيت؟ ممكن حبيت باول مراحل الحب، بس ما وصلت لمرحله انه أنا بحب هالشخص وما في يعيش بلا، أو بحب هالشخص وبدي مستقبلي يكون معه، ما صارت معي. شو صار بالباب السري بغرفتك؟ آخ منكم، أنتوا ما بتنسوا شيء، ما بتنسوا شيء. الباب السري ما فتحتوه بخاف افتحه، لأنه هداك اليوم كنت قاعدة مع رفيقتي قالت لي نور ما تفتحي، بلكي كان في أرواح شريرة بهالغرفة وبس تفتحيها تطلع الأرواح وتبلش تضايقك. ما بعرف كيف قالت لي كلام هيك مرعب عن قصص وأفلام رعب هي شايفته، أنه حدا فتح باب غرفة سرية وصارت شغلات معهم بالبيت وهيك. فأنا قلت خلص، طالما هي الغرفة مسكرة بخليها مسكرة، وكفى الله المؤمنين شر القتال، وما بدي افتحها. فقررت انه ما افتحها الا في حال انه نترك هالبيت، ساعتها ببقى افتحها وفرجيكم اياها. واحدة عم تقلي اريد فيديو ارسم حياتك لانه احس حياتك حلوة. بالنسبة لي فيديو ارسم حياتك هعمله على 10 مليون مثل ما انا وعدتكم من زمان، ومن هلا بصراحة هعمل التجهيزات لانه نحن قربنا على 10 مليون. اذا مش مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة بالضغط على زر الاشتراك الاحمر، واذا عندكم حدا بتعرفه ما بيعرف عن نور ستارز وقناة نور ستارز يا اخي عرفوه، ممكن يحبني. يعني انا شخص بظن انه انا شخص محبوب، ما بعرف اذا انا محبوب، بس انه ان شاء الله اكون محبوب، ان شاء الله يحبوني. فقالوا لهم ابن عمك، ابن خالتك، ابن بنت عمك، بنت خالتك، بنت جدك، ما بعرف مين، مدرستك، رفيقتك بالمدرسه، كل هالقصص. فرح اعمل فيديو ارسم حياتي. حياتي حلوه الحمد لله على انه نحن حيين، اذا هي كلمه. شو الفلسفه نور؟ الحمد لله على الحياة، الحياة فيها الحلو فيها المر. فأنا في لك إنه حياتي فيها الاثنين، فيها الحلو فيها المر وفيها الدروس وفيها كتير شغلات. فتحمسي إنك تشوفي فيديو أرسم حياتي، لأنه أنا كتير خايفة إنه أحطه على الإنترنت. ما بعرف ليه فيديوهات مثل هيك بتخوفني إنه أحطه على الإنترنت، بس أكيد هأعمله على 10 مليون عن جد. لو ما كنت يوتيوبر شو كنتي حتكوني؟ فنانة أو محامية؟ أنا كتير بحب القانون وبحس شخصيتي كتير بتلبق مع القانون، يعني يا ويلك يا ويلك إذا أنا محامية لشخص أنت ضده. وأنا محامية كنت حكون نمبر 1 محامية بالعالم عن جد، يعني مش عم بمزح معكم، بس إنه
عندي مؤهلات حبيبي لأكون محامية نمبر 1 بالعالم، فأنا كتير بحب المحامية. إن شاء الله شي يوم أصير فنانة ومثل دور محامية، بحس حالي حأتقن هالدور 100%. بس أنا كتير بحب الفن، الفن بكل أنواعه، كان إخراج، كتابة، تمثيل، غنى، كله 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 بحبه، لأنه فيه صناعة محتوى، أنا بحب أصنع محتوى. كيف بتكوني واثقة من نفسك؟ Oh my God، هذا السؤال كتير عميق. ثقة بالنفس شيء كتير كبير، لازم كل يوم تجددي بحالك، كل يوم تذكري حالك بشيء حلو فيكي لتقوى عندك الثقة بالنفس. بس من أهم أسباب الثقة بالنفس أنك ما تقارني حالك بحدا. هذا الشيء كتير صعب، خصوصا بجو السوشيال ميديا وكثرة الناس اللي بتظنوا انتوا انه هن مثاليين، بس صدقوني هن بعيدين عن المثالية. وانا عم بحكيكم شخص موجود بهالمجال، بيلتقى بكل العالم اللي انتوا عم تشوفون على انستغرام وهيك تقولوا معقول هالانسانة حقيقية؟ لا حبيبي مش حقيقية، هالانسانة فلتر وقصص وفوتوشوب وشغلات كتيرة لحتى تطلع بهالصورة المعينة اللي بتنزل على انستغرام. هاي الشيء خلينا نكون واقعيين، او في شغلات تانية تدخلت بالقصة لتطلعها بشكل معين، وأنا مش ضد هالشغلات، بس لقلكن ما فيك تقارني حالك أنتي قاعدة ببيت بعدك ما اشتغلتي على حالك، بعدك بأول عمرك، بشخص هو أردي بمرحلة بلش كاريره، بلش مستقبله. يمكن أنتي هلأ مش ناجحة مثل بنت خالتك، بس بعد سنتين يمكن أنتي تصيري أنجح منها بتوفيق رب العالمين بأنك تشتغلي على حالك، فلا تقارني حالك بشي. كمان نصيحة للثقة بالنفس، امدحي حالك، ولما حدا يمدحك خدي المدح. انا قبل لما كان حدا يقول لي او ماي جاد انت طالعه بتجنني، او ماي جاد نور هالشي كتير فيكي حلو، او ماي جاد شخصيتك كتير بتعجبني، قبل كنت اقول قبل لما كنت بالهاي سكول كان جسمي منيح، يعني جسمي كتير حلو كان بوقتها، فكان العالم بنات يجي لعندي يقولوا لي او ماي جاد يا ريت لو هيك جسمي مثل جسمك، عندك هيك كيرفز، ويعني كان انا جسمي عظام عندي من تحت هيك عريضه، والخصر عندي يا صغير. فبفتره معينه بالهاي سكول كان جسمي بجنن، فبنات يجي لعندي يقولوا لي او ماي جاد نور يا ريت عندنا هالجسم، وانا بقول لهم لا ايو ما بعرف شو انا كتير سمينه بدي انحف. وكان جسمي مثالي بوقتها، يعني بالنسبه لوزني انا كتير كنت يا ريت ارجع لهذاك الوزن، هلا عم اشتغل ارجع له. فتعلمت انه لا، الانسان لما يقول لك طلع حلو بتقول له او ماي جاد شكرا، انا تعبت لحتى اطلع بهالشكل، نور حمرتك حلوه او ماي جاد شكرا، تعذبت للاقي هاللون. ومدحي حالك، اذا ما في حدا عم يمدحك انت تطلعي حالك وقولي والله انا اليوم طالعه كتير حلوه. هيك انت بتقوي ثقتك بحالك وعم بتسمعي عقلك كلام ايجابي، سو عقلك رح يفكر بايجابيه ورح يشوفك حلو، رح تضلي دائما تشوفي حالك حلوه. فلما يجي حدا يهاجمك او يسمعك كلمه او يحاول يهز ثقتك بنفسك، انت ما رح تهتز ثقتك بنفسك لانه عقلك اوريدي مقتنع انه انت حلوه. كل يوم سمعي حالك كلمه حلوه، انت سمعي حالك بحالك، جربيها وادعي لي عن جد. يعني هاي انا بعملها شيء بعمله وعم شاركه معكم. مين ممكن يكون حبيبك المستقبلي من اليوتيوبرز او زوجك المستقبلي من اليوتيوبرز؟ هاد سؤال كتير صعب، كتير صعب، ما بعرف صراحة. ليكو زوجي المستقبلي او حبيبي المستقبلي، زوجي يعني واحد منهم المستقبلي، ممكن ما يكون يوتيوبر، بس بعدين بعد ما انا ادخل على حياته وحببه باليوتيوب يصير يوتيوبر. سو هو لهلا مش يوتيوبر. اما من اليوتيوبرز الحاليين ما بشوف حدا ممكن يكون انا وياه سوا، لانه اغلبهم رفقاتي، يعني مثلا شادي سرور بعتبره مثل اخي، خلف زون بعتبره مثل اخي وبحبهم كثير. في عالم منهم صغار، في عالم ما بقدر ما بطيئهم، في ناس يعني حتى في ناس يعني طلبوا مني وطلبوا ايدي للزواج طلبوا انه يرتبطوا فيه، وقلت لهم لا لانه ما بحس انه في مشاعر تجاه من قلبي لإلهم. وفي قصة انا كنت بدي احكي لكم اياها عن اليوتيوبر اللي خطبني، ما بعرف اذا بشارككم هيك لمحة بسيطة عنها بهالفيديو ولا اعمل فيديو كامل عن القصة. هي صعبة القصة، صعبة ليه؟ لان انا عندي محققين كونانيين بيشوفوني، يعني انتو عباقرة تحقيق جنائي، هيك بتطلعوا الشخص اذا بقلكم في شعرة بيضة بشعره خلص عرفتوا انتو، عرفتوا الشخص وكتبتوا تعليق وفضحتوا امه بكل السوشيال ميديا. فلايك صرت اتردد لما شارككم قصص معينه، وكثير عم تطلب مني نور اعملي لنا قصص، بس ما بعرف بحس حالي بتردد صرت بالقصص لانه حياتي كثير مختلفه عن حياتكم، سو قصصي مجنونه. سؤالي بعده، شو قصه اليوتيوبر اللي خطبك؟ باختصار، في يوتيوبر خطبني وهو مقتنع انه انا حصير زوجته المستقبليه، وكل شوي بيحكي معي بيقول لي يعني او ماي جاد انت، او لما عملت فيديو رساله الى زوجي المستقبلي بيتصل فيه بيقول لي ها ما بيحتاج تعملي لي فيديو، فيك تقولي لي هون على التليفون يعني انه انت شو رسالتك لي. وانا مش ما طايقته لا عن جد، انه يعني هو ظريف وهيك
طيوب، بس انه لا حبيبي انا ما بدي اياك يعني سوري لا. يا هو نفسه اللي صار معه الموقف المحرج اللي قلت لكم كنا مجتمعين بإيفنت هيك خاص. اوكي رح احكي لكم اياها. سو مره هو هذا اليوتيوبر نفسه طلب مني انه التقى، انا ما كنت بدي التقى فيه لاسباب كثيره ثانيه ما بدي اشرحها، بس انه قلت له لا سوري انا بكره مسافره على ابو ظبي ومن ابو ظبي دغري على امريكا. فهو حرام قال لي اوكي. ثاني يوم انا ما كنت مسافره على ابو ظبي، كنت كان عندي تصوير بابو ظبي بس مش ثاني يوم، ثالث يوم. فثاني يوم كان عندي ايفنت، بس انا شو قالوا لي الايفنت هذا كثير خاص ومش كثير عالم جايين عليه، فما كنت متوقع انه هذا اليوتيوبر بيكون موجود بهالايفنت او هذا المشهور بيكون موجود بهالايفنت. ففتت وشفته قدامي اصلا حاضر قبلي، هو ما عرف انه انا جايه لانه هو مفكرني بابو ظبي. فقلبي هيك بتعرفوا اللي قلبي وقع على رجلي، مش خوفا من شيء بس انه خجلا يعني او ماي جاد انكشفت كذبتي البيضاء كالعاده، لانه انا حدا كثير فاشل بالكذب. اذا حدا بيسالني بتحبيني وانا بحبه بقول له ايه بحبك، واذا حدا بيقول لي بتكرهيني بقول له ما بطيقك. مش لهالدرجه بس انه بما معنى مد ايده ليسلم وانا عم سلم عليه. قال لي كيف ابو ظبي كانت؟ قلت له ليك ما تتهور، انا اسألهم انا المفروض هلا اكون بابو ظبي بس تاجل التصوير لبكره، وما تاجل وكان المفروض يكون بكره. قال لي اوه اوكي وانتي بعد بكره يعني حتسافري من ابو ظبي على امريكا؟ قلت له ايه بضل كم يوم بابو ظبي وبعد امريكا. والاتعس قعدنا على العشاء وانا نسيت القصه. واحدة من رفقاتي المشهورات عم بتقلي نور انا بدي اشوفك خلينا نلتقى بدي اخذك على يعني انه في شيء انا وياها كنا مخططين نعمله. فقلت لها اوكي الخميس، ليك انا الاربعاء بكره يعني رايحه ابو ظبي وراجعه بالليل متاخر فما في اشوفك بكره، الخميس بشوفك وبنلتقى بنعملها. ففجاه بسمع فطلعت هيك الخميس قلتي لي انا كذابه، انا وش كذب، انا مش وش كذب بس انا كذبت، انا كذبت ما كنت بدي اشوف، انا كنت مقهوره ما كنت بدي اشوفك كذابه ايه انا كذابه. بس عادي بعدها اتصل فيه وقال لي انا بدي اتزوجك وانت حتكوني مرتي وقولي آلة فلان. قلت له والله من هون لا ما بعرف، الله بكتب بالنصيب يعني ما بعرف، ما بدي اقول المستحيل بس انا شو بعرفني. لو علاقتك بشخص مستحيله بس تحبيه تتركيه؟ ليك صراحه انا اذا بعرف انه هالشخص علاقتي فيه مستحيله ما حوصل حالي انه حبه او اعشق. نرجع لشغله انه الحب مراحل، فما رح وصل حبي له لمرحله انه حبه واعشقه وانه اتجن فيه اذا انا بعرف انه حياتي معه مستحيله بتركه. نور احسك مجروحه من حبيب؟ لا مش من حبيب، انا مجروحه بس مجروحه من شخص جرحه بيوجع يمكن اكثر حتى من جرح الحبيب. واو ليك شو قوية هالجملة، بس عن جد طالعة من القلب. يس بالفترة الأخيرة جرحت من عالم كتير قراب إلي، مش حبيب بس عالم جرحهم بيوجع. ف يا بس عادي الحياة بتستمر. أكتر موقف مرعب مر عليكي وهل ندمتي عليه؟ في كتير مواقف بس أكتر موقف مرعب صار معي إنه أنا كنت مع رفيقة من رفقاتي كنا عم نعمل شوبينج لمكياج واجيت معها بسيارتها. سو رحت على بيتهم صفيت سيارتي عند بيتهم وبعدين طلعنا بسيارتها وفجأة اجتها مكالمة كان لازم تسافر على ولاية تانية. سو قالت لي نور بدي اياك تجي معي. طبعا انا هون لا في اخذ اوبر ارجع على البيت لحالي، سيارتي عندهم بالبيت، بيتهم بمكان جيتد يعني مسكر ما فيها تفوت الا بالكارت تبعها او يعني بطريقه معينه يعني مسكر مغلق. فسيارتي بمكان مغلق، انا اذا برجع على البيت هلا وين سيارتي؟ فرحت معه على الولاية. هاي كانت غلطة ما كان لازم أحط حالي بهيك موقف. ورحت معه وبعدين لما أنا رحت كنت بمكان كتير مخيف كتير مرعب كتير خفت فيه، خفت لدرجة أنه أتخيل وبعتت اللوكيشن تبعي على واتساب لرفقاتي، اثنين من رفقاتي الشباب، قلت لهم صار علي أي شيء هذا اللوكيشن تبعي اللي أنا فيه حاليا. طبعا هن جنوا هيك تهلوسوا بس لأنه هن شباب بالنهاية سو عندهم سيارات فممكن حتى إذا احتجتهم لاقيهم حدي. فهيك بعثت لهم لوكيشن خفت كتير 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 خفت بس الحمد لله مر على خير. وللأسف ما قدرت لك ما قدرت الرفيقة اللي أنا بعملت معها هالشي. هل ندمت؟ ايه ندمت صراحة لأنه صارت كتير مواقف بهالموقف المرعب بس ما في أحكي لكم تفاصيل بس أنه يعني صارت قصص وندمت ندم عمري. ردك على التعليقات السلبية. هلأ التعليقات السلبية عدة أنواع، منها النوع من الناس اللي بيتوقعوا أنك تكون مثالي. ما في شخص مثالي، إذا أنت اللي عم تكتب الكومنت أو أنت مش مثالية كيف بتطلبي من مشهور أو مشهورة أنه يكون مثالي؟ كيف تطلبي مني أنه أنا أكون أنا كنور تطلبي مني أنه أكون مثالية وأنت مش مثالية وأنت مش مثالي؟ هذا مش منطق. هاي شغلة. الشغلة الثانية ممكن شخص يقول لك أنت قدوة بدك تتصرف بطريقة معينة. طالما الشخص المشهور ما قال أنا قدوة وخذوني كقدوة
ما فيك تيجي انت تقله انت قدوة ما فيك تتصرف هالتصرف. لا، اذا في شخص بده يعتبرني قدوة حياخدني قدوة مثل ما انا. بما معنى هاي نور حبيت لبسة، حبيت أكل، حبيت شغلة بشخصيتها، حبيت نجاحي عملته بحياتها، باخدك قدوة. بس باخدك قدوة مش مثل ما هي، مش اطلب منها انه تتغير لنسخة تانية وهي بعدين بتصير قدوتي. مثلا انا بحب ذراك، ما بروح لذراك بقول له والله بدك تغير طريقه لبسك، وبدك تغير كيف انت بتحكي بهالطريقه، وبدك كمان ما تمثل هالدور، وبعد انا بعتبرك قدوه. لا، بحبه مثل ما هو، انا بعتبره قدوه مثل ما هو، او كقدوه بشغلات معينه بشخصيته، شغلات ما بتعجبني ما خص فيه حياته. فهي شغله بدي اياكم يعني تفهموها، انه كل حدا عنده حياته وطريقه مجتمعه والطريقه اللي بيعيش فيها والشغلات اللي بيؤمن فيها وبتفكيره هي صح. أنا اللي فهمته صراحة أنه الشخص بيترك لك تعليق من منطلق عاداته وتقاليده ومبادئه بالحياة، فهو بده إياك أنت كمشهور تعيش مثل مبادئه وعاداته وتقاليده. وتخيلوا كم شخص عنده مبادئ وعادات وتقاليد مختلفة عم يتفرج على الفيديو تبعي، ورح يعلق لي تعليق مختلف من وجهة نظره. بس بالنهاية أنا حعيش حياتي وفقاً لمبادئي وعاداتي وتقاليدي اللي أنا بؤمن فيها واخترت أنه أمشي فيها. السؤال اللي بعده، ليش اليوتيوبرز بيعملوا إعلانات؟ هذا السؤال بصراحة حابة أنا أحكي من قلبي. يعني أنا حدا أهله تعبوا عليه وربوه لحتى بالنهاية يشتغل ويعمل شوية مصاري، يشتري منها تيابه، هالكاميرات اللي عم نصور فيها، الفيديوهات اللي عم نصرف عليها كتير لتتصور. يا أخي أنا كإنسانة بدي أعمل مصاري، بالنهاية عم بشتغل وقتي كله على الشغلات اللي عم أقدم لكم إياها، عم بحط وقتي كله. يعني يمكن أنا إذا بشتغل شغل عادي ما رح أحط الوقت اللي أنا بحطه. فبالنهاية أهلي ما تعبوا علي لحتى ما كون مستقبلي، فليش ما أعمل إعلانات إذا كان مع شركة محترمة عن منتج محترم أنا حابة هالمنتج كتير؟ بالعكس هالشي حلو، بالنهاية هاد شغلي، هاد رزقي. أنت أو أنت اللي عم تشوفوا هالفيديو إذا ما بتشتغلوا هلأ حتشتغلوا بالمستقبل وهاد حيكون رزقكم. هل بترضوا حدا يجي يقطع لكم برزقكم؟ نو، بالنهاية هاد جزء من شغلنا، وما في شي زعل بالقصة. أنا إذا بعمل إعلان خصوصا لشركة أنا بحبها كتير، مثلا مش شركة فوريو، شركة فوريو أنا بحب منتجاتهم بستخدمها كل يوم، فلما بعمل لهم إعلان أنا هاد الشي بالعكس رزق إلي بمنتج أنا بستخدمه بحياتي اليومية. مثل إذا مثلا إجت شركة كوكاكولا أو إجت شركة ستاربكس مثلا، قلت مني أعمل إعلان لستاربكس، ما عملت بحياتي إعلان لستاربكس، بس أنا بشرب ستاربكس كل يوم. فإذا إجت شركة بالعكس حيكون شيء حلو إلي إنه الشيء أوريدي أنا بشربه هأعمل له إعلان. باختصار الإعلانات هي شغلنا، مصدر رزق لإلنا. ولما تشوفوا إنه حدا يوتيوبر أو مشهور عم بيعمل إعلان، خصوصا إذا أنتوا بتحبوا هاليوتيوبر بتصدقوا برأيه، معناته خلص إنه هو مقتنع بالمنتج وعم بيشاركه معكم وبيحب هالمنتج، وبالنهاية مصدر رزقه ودخل له. فمثل ما أي حدا بيشتغل وبيكون فيه له دخل، هالإعلانات هي دخل لليوتيوبر والمشاهير بشكل عام. فبليز يعني هي شيء كتير طبيعي لما تشوفوا يوتيوبر، بالعكس فرحوا له، فرحوا إنه عم يشتغل مع شركة كبيرة أو مع ماركة معينة، يقولوا واو إنه هاليوتيوبر وصل لمرحلة إنه هالشركة كتير حبته وبعتت له منتجاتها. المهم جايز، هذا كان الفيديو لليوم، بتمنى عن جد عجبكم وحبيتوا. إذا حبيتوا لا تنسوا اللايك للفيديو. عن جد اللي شاف الفيديو لهون أنا بحبك، أنا بموت فيك، بحبك بموت فيكي كتير، لأنه أكيد هالفيديو كان طويل كتير. فحطوا له لايك، اشتركوا بالقناة، واتركوا لي بالتعليقات أفكار لفيديوهات بتحبوا أعملها. بحبكم كتير 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 كتير، خيرات الله. بشوفكم وين وإمتى بالفيديو القادم إن شاء الله.